السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. 40,000 إنسان هم ضحايا الحرب والحصار والانتهاكات والتهجير القسري في مديريتي الوازعية وحيفان في محافظة تعز، 4,280 أسرة قيد النزوح، وأكثر من 6,000 حالة انتهاك تنوعت بين قتل واختطاف وتعذيب وتدمير. وضع إنساني مؤسف تعيشه مناطق وقرى أرياف تعز التي اجتاحتها ميليشيا الحوثي والمخلوع، بينما المجتمع الدولي منشغل بما يتعلق بمصالح الدول الكبرى، وبانك يمون لم يبارح مربع القلق. ودول في التحالف العربي للأسف اهتمامها مقتصر على مناطق لم تعد جبهات حرب ولا صراع. إزاء ذلك ومع استمرار المعاناة يبقى التساؤل، ما الذي ينبغي أن تقوم به المنظمات الدولية والحكومة وقيادة المحافظة تجاه المتضررين في الوازعية وحيفان؟ ما هي الحلول العاجلة والممكنة في ظل ندرة الوصول الإغاثي إلى ضحايا النزوح والتهجير القسري؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها في حلقة اليوم مع معنيين ومختصين بالشؤون المحلية والإنسانية والحقوقية. في البداية أرحب بضيوفي الأكارم، سيكون معنا عبر السكايب من نيويورك الناشطة الحقوقية الأستاذة لطيفة علي، وكذلك سيكون معنا من محافظة تعز من الوازعية رئيس منظمة إنصاف للحقوق والتنمية أمين المشولي، وسيكون معنا من تعز أيضا وكيل المحافظة الأستاذ عارف جامل، وكذلك سيكون معنا من تعز الناشط الصحفي وائل العبسي. لكن قبل النقاش نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، البداية مع الأستاذة لطيفة علي من نيويورك. أستاذة مساء الخير. أستاذة لطيفة مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا ومرحبا بك أستاذة لطيفة. لو تتحدثنا في البداية كيف تتابعين وضع التهجير القسري لأبناء منطقة الوازعية وحيفان من قبل الميليشيا؟ بالنسبة للمستوطنات والمرادات أطفال الدمار مرادات، نعم، رافقت الحوثي وهو تستدعي نفسه. نعم أستاذة لطيفة، أستاذة لطيفة معذرة، هناك صوت فيه إشكالية كبيرة ولا نتمكن من سماعك. سنعاود بك الاتصال مرة أخرى. إذا أنتقل إلى الناشط الحقوقي أمين المشولي من تعز رئيس منظمة الإنصاف. أستاذ أمين مساء الخير. طبعا اليوم سنخص الحلقة كما تحدثنا في المقدمة عن التهجير القسري لما حصل لأبناء منطقة الوازعية وأبناء منطقة حيفان. في الوازعية وحدها ما يقارب 4,120 أسرة من الذين نزحوا تحت التهديد من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، ما يقارب 28,000 نازح. أيضا هناك نزوح كبير في منطقة حيفان في مناطق نائية ربما لم يتوقعوا أن يأتي من اليوم من الأيام أن تصل الميليشيا إلى هذه المناطق النائية ويتم تهجيرهم قسرا من منازلهم وإجبارهم تحت قوة السلاح من أجل تحويل هذه المناطق إلى مراكز ومواقع عسكرية تنطلق منها الميليشيا في حربها على كل اليمنيين. للأسف الشديد هناك غياب شبه كامل ربما للمنظمات الإغاثية في منطقة الوازعية وفي حيفان في هذه المناطق، والكثير يشتكي من عدم وصول أي معونات إغاثية لهذه المناطق. سنحاول إن شاء الله في حلقة اليوم أن نسلط الضوء على هذه الشريحة وعلى هذه المنطقة على وجه التحديد، وأيضا آثار التهجير القسري. أعود إذن إلى الأستاذ أمين المشولي رئيس منظمة الإنصاف. مساء الخير أستاذ أمين. مساء النور أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين. الصورة لما يحدث من تهجير قسري ونزوح لأبناء منطقة الوازعية وحيفان، وأنتم لكم تقرير في هذا الموضوع، تفضل أخي العزيز. في البداية سلامي لك وللسادة المشاهدين من خلال قناتكم المنكرة. أهلا ومرحبا. بالنسبة للتهجير الذي يدور في مديرية الوازعية تحديدا، نحن لدينا فريق للرصد بدأ يتحرك في الميدان منذ فترة من الزمن، وأرسلت هذا التقرير إليكم عبر بعض المواقع الإلكترونية للمخرج. أخي العزيز، هذا التهجير الذي حصل لنا في المديرية التهجير جريمة لا تغتفر في حق الإنسان، ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن غادر مكة لفت إليها وقال والله إنك لا أحب الأرض إلي لولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. حينما يغادر الإنسان بلاده
نعم. يشعر بغصة في حلقه تمزقه، يشعر بالألم، يشعر بالقلق، يشعر أنه فارق أهله، فارق مسقط رأسه، فارق أسرته، وبدأ ينطلق في البداية لا يدري إلى أين. نعم. لا شك أستاذ أمين. نعم. لا شك من النقاط. نعم. التي تحدثتها من القهر الذي يتعرض له والظلم الذي يفارق منزله وبيته ويغادر المنطقة إلى مكان لا يوجد فيه لا مأوى ولا شيء، لكن إذا وضعتنا بصورة أرقام وفقا للتقرير الذي أصدرتموه حتى يطلع المشاهد الكريم على حجم الضرر وحجم الأسر النازحة وأعدادها واحتياجاتها. الأسرة التي تم تهجيرها 3500 أسرة، عدد والعدد الإجمالي ما يقرب من 30,000 نسمة، وهم في تزايد بعد أن حصل التفجير الأخير للغم. حاول الناس يحجمون ويعودون من حيث أتوا، حينما كان الواحد منهم يفكر بالعودة. الآن أخي العزيز يفكر الناس بعد التفجير والجريمة البشعة التي حصلت في الأسبوع الماضي، تفجير ماذا؟ يفكرون بالنزوح مرة أخرى والنازحين. تفجير ماذا؟ عزة. نعم نعم. 28 أستاذ أمين. تحديدا أستاذ أمين، في نقطة التفجير، أي تفجير تقصد؟ يعني ضعنا بصورة عن التفجير الذي تتحدث عنه. اللغم، حصل انفجار اللغم في مديرية الوازعية يوم 11/8. نعم. هذا عمل علامة فاصلة في تاريخ النازحين بشكل عام. كان الواحد منهم يفكر بالعودة إلى بلاده بعد أن أوهمته الميليشيات أن هذه المنطقة أصبحت آمنة، لكنه أراد وقرر أن لا يعود أبدا حتى وإن طلبت منه الميليشيات العودة. فهو قرر الآن أنه لا يعود حتى تقوم هذه الميليشيات بنزع هذه الألغام من هذه المديرية. عدد القرى التي تم تهجيرها أخي العزيز 28 قرية. نعم. عدد العدد الإجمالي للكل كما قلت لك ما يربو من 30,000. لو تحدثت عن الأشياء التي نتجت عن هذا التهجير، خذ مثالا معي. نعم. الجانب التربوي والتعليمي. نعم. الطلاب الذين فارقوا مدارسهم 7,000 طالب، هؤلاء الطلبة لو ضربنا عدد الطلاب في عدد الأشهر 8 أشهر، لكل طالب ستطلع معنا أخي مئات الآلاف من الساعات العلمية التي يقضيها الطلاب في. نعم. مدارسهم. فماذا حصل؟ أضاع. نعم. الطلاب. والآن أخي الفاضل، الطلاب في جميع محافظات الجمهورية يستعدون لخوض عام دراسي جديد، ومديرية الوازعية حتى اللحظة لا يفكر نازحوها بالعودة إلى مدارسهم. في الجانب النفسي، خذ مثالا على ذلك، أن الأطفال الذين خرجوا من هذه المديرية يعانون الأمرين. نعم. حينما قمت مرة من المرات بزيارة أحد الأسر في إحدى الأكواخ التي عاشوا فيها في الصحراء تحديدا في رأس العارة، مرت طائرة من السماء ففزع هذا الطفل، فقلت لأبا ما أفزع هذا الطفل؟ قال يا أخي من يوم أن هاجر من بيته ومنزله ما يسمع صوت تفجير أو طائرة إلا وبدأ يبكي ويتأوى. نعم. أخي العزيز، الأشياء التي تأثر بها النازحون، الجانب الاقتصادي، تخيل معي أن أسرة تعتمد على الرعي ورعي الأغنام والماء ومزروعات التي يقوم بها الناس في مديريتهم، تركوا أرضهم الزراعية وحيواناتهم ربما انقرضت بسبب أنه لا يهتم. نعم. بها أحد، ففقد الكل، أقول الكل أخي العزيز، أعمالهم ومصدرهم ودخلهم الوحيد. في الجانب. نعم. الاقتصادي، تخيل معي أن السوق المركزي بالمديرية يتم اليوم التهجير منه، وهو اليوم منطقة عسكرية، لا يقصف من يتحرك يقنص، سواء كان إنسان أو حتى حيوان، تم قنص جمل كشف في الله أنه يتحرك في ذات السوق فقنص حتى مات، والصور. نعم. موجودة لدينا. نعم. طيب. الأثار التي تتحدث. نعم نعم أستاذ. نعم. أمين. نعم أستاذ أمين، تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث الأستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية من نيويورك عبر السكايب. مساء الخير أستاذة لطيفة. أهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا، عدنا لك من جديد. ربما كان هناك إشكالية في البداية مع الصوت. أستاذة لطيفة، ربما أنت سمعتي الأرقام التي ذكرناها في المقدمة وذكرها أيضا الأستاذ أمين، ما حدث في الوازعية ربما أرقام مخيفة. الميليشيا لم تقتصر على يعني قتل الناس وإرعاب الناس في هذه المناطق، لكن ربما اضطرت جميع الناس إلى مغادرة منازلهم وتحويلها إلى مواقع عسكرية. كيف تتابعين من نظرة حقوقية ما يدور في الوازعية وحيفان؟
المتتبع الحركة الحوثية كما قلنا سابقا منذ بدايتها وحتى الآن، وهذا نهج طبيعي في الفكر الإيصالي والسلالي لهذه الجماعة. الجماعة الحوثية هي عبارة عن جماعة نازية فاشية بكل معنى الكلمة. كل الفظائع التي ارتكبتها تدخل في تحت بنود جرائم حرب بامتياز. التهجير في القانون الدولي، القصف على التهجير، تفجير المنازل، تفجير البيوت، العبادة، كلها تدخل في القانون الدولي بجرائم حرب. من الناحية القانونية البحتة ما تقوم فيه هذه الجماعة هو استئصال للطرف الآخر المناقض كما ترى، أو التكفيريون كما ترهم الجماعة الحوثية. من هنا لو عدنا إلى كما أشرت في تقريرك إلى المنظمات الدولية ودورها في الشأن اليمني فيما يخص اعتماد هذه الجماعة كجماعة إرهابية وتطبيق بنود القانون الدولي والمبادئ الإنسانية على هذه الجماعة، نجد التقصير ونجد التراخي، بل مش التراخي بل التماهي مع هذه الجماعة. المنظمات الدولية مخترقة من الجماعة الحوثية بشكل يدعو إلى الاستغراق والدهشة من عدم تحرك الطرف الآخر وهو الحكومة الشرعية لليمن. الحكومة الشرعية غائبة في الملف الدولي، في الدبلوماسية الدولية والدبلوماسية الموازية. نعم. لذلك هذه نعم. أستاذة لطيفة، إذا لو ركزنا على أيضا الجانب الإغاثي ومدى حضور ملف هذا التهجير القسري وأيضا الملف الإغاثي لدى المنظمات الإغاثية والدولية في المجتمع الدولي، هل هي حاضرة؟ هل هي متواجدة؟ هل تناقش؟ هل يتحدث المنظمات الدولية عن هذه المناطق؟ أم هناك تغييب لهذه المناطق وملفات الجرائم التي تقوم بها الميليشيا؟ التغييب يتم من خلال التعاون المشبوه ما بين هذه المنظمة والقانون والحقوقيين المتواجدين على الأرض المحليين. هناك اختراق كما قلت سابقا، بحيث أنها تصل معلومات مغلوطة إلى الكادر الأجنبي. على سبيل المثال، وهذه تسريبات لبعض البيانات الحقوقية بالأسماء معينة. لدينا مثلا فيما يخص منظمة أوتشا، إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة وهي معنية بالشؤون الإغاثية. هذه المنظمة لديها كوادر محلية في اليمن، على رأس العاملين في هذه المنظمة هو مثلا الدكتور نجيب المنصور، والمعروف بالانتمائه للهاشميين، والذي يقوم بالتزوير وإعطاء بيانات غير حقيقية وإعطاء بيانات متماهية مع الحركة الإنقلابية. وبالتالي أحيانا لن يكون هناك تماهي، أحيانا يكون هناك تغييب لهذه المنظمة عن وقائع الحقائق الموجودة على الأرض. يعني هناك قصور. نعم أستاذة لطيفة، هناك تعتقدي بأن هناك قصور موجود من قبل من ينقلون ومن هم يوثقون في الميدان وينقلونها للمجتمع الدولي، وحضور الجانب الحقوقي التابع للميليشيا أكثر حضورا من الجانب الآخر. الميليشي حاضر بقوة في المجتمع الدولي، كونه كان متغلغلا ل33 عاما كأذرع صالح الذي وضعه في المنظمات الدولية. حتى مثل ما أعطيتك مثال، الدكتور نجيب المنصور هو أحد من يقوم بتأهيل والحقوقيين في داخل اليمن وإعطاء بيانات مزورة وإعطاء بيانات غير حقيقية. هذا مجرد مثال واحد. المنظمات الأفرع الأمم المتحدة في داخل اليمن متماهين مع الحوثيين ومخترقون، بينما الطرف الحكومي المفترض أنه يكون شرعي ومعترف به دوليا غير متواجد وغائب. هذه هي المسؤولية الآن تتم. الملف الدبلوماسي مغيب دائما في المجتمع الدولي. على الحكومة الشرعية أن أرادت أن يكون لها في جانب المعركة على الميدان يكون لها ملف سياسي دبلوماسي حاضر في المجتمع الدولي. نحن كناشطين إمكانيتنا متواضعة ضعيفة، لا نجد الدعم الكافي للتواجد في المنظمات الدولية، مع ذلك نقوم بأقل القليل لتمثيل الحضور المدني في نشر أو في إطلاع المجتمع الدولي القضية اليمنية. سنتحدث عن هذه الجزئية أستاذة لطيفة فيما يخص حضور الناشطين المهتمين بهذا الجانب، لكن أيضا على المقابل كما تعلمين وزير حقوق الإنسان ربما أكثر من مرة صرح، وأيضا في يعني اجتماع حقوق الإنسان الأخير كان هناك ملف كامل عن كل الجرائم التي قامت بها الميليشيا في اليمن، وهناك ربما اهتمام كبير من قبل الحكومة في هذه الجزئية، لكن يظل القصور حاضر. وربما يعني سنسعى يعني من خلالكم ومن خلال التواصل معكم وبقية العاملين في الميدان إلى
التواصل المباشر مع الجهات المعنية لتقديم صورة واضحة لما يحدث في هذه المناطق. تكرمي بالبقاء معي أستاذ لطيفة، أعود للأستاذ أمين المشري. أستاذ أمين، إذا ربما الأستاذ لطيفة تقول بأن هناك قصور كبير في توثيق الجرائم التي تحدث، أنتم في منظمة الإنصاف، ما الذي عملتم في هذا الصدد؟ هل هناك ملفات مثلا قمتم بها إيصالها إلى المعنيين، إلى المجتمع الدولي، إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أم لا زال يقتصر عملكم بشكل محلي؟ أنا أضم صوتي إلى صوت ضيفتك من نيويورك وأحيي هذا الكلام الذي تحدثت منه. هو فعلا هناك قصور لعدة أسباب، وتحدثت عن هذه الأسباب وهو عدم وجود الإمكانية المادة. الإمكانية المادية الشيء الثاني، الدور الجانب الحكومي ينعدم تماما، وأقولها بالفم المليان أنه ينعدم تماما، وتحديدا في مديرية الوزرية. لو طرحت الآن أنا تساؤل مباشرة إلى الإخوة في بالشرعية، ماذا قدمتم لهذه المديرية تحديدا؟ نعم، على مستوى الأصعدة، سواء بالجانب الإنساني بالجانب الحقوقي، وفي جوانب أخرى لا أريد الخوض عنها وأترك الإجابة للمختصين في ذاك الجانب كالجانب العسكري وغيره. نعم، نتكلم على الجانب الحقوقي. نعم، قالت هناك في الجانب الحقوقي، في الجانب الإنساني، تخيل معي إذا كنا الآن نحن نعاني، كيف نصل إلى الذين انتهكت حقوقهم وقد نزحوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الشرعية؟ لو طرحت سؤالا واحدا، كيف لنا أن نتحرك حينما نزح بعض الناس إلى المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الفاجرة؟ نحن لا نستطيع أن نتحرك بقدراتنا المحدودة جدا جدا، وأقولها وفي حلقي غصة تمزقني، أننا لا نستطيع التحرك، وليس لدينا أي فريق إلا يعني وكأننا نبحث عن معلومة مخابراتية حينما نريد معلومة في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. نعم، أنتم يعني عاملين في هذا الحقل الجانب الإغاثي والإنساني والحقوقي في هذه المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، هل حاولتم مثلا التواصل مع المعنيين في هيئة الإغاثة، في وزارة حقوق الإنسان، مع جهات حكومية على الأقل في المحافظة أم لا؟ نحن تواصلنا شخصيا، تواصلت مع المسؤول عن الإغاثة في المديرية، بعد أن تواصل معي يعني للأسف بعد أن تواصل معي بعض الناطحين تحديدا في محافظة الحديدة وتحديدا في مدينة الجراحي. نعم، أنهم لا يجدون ما يأكلونه، بل بعضهم عن شخص قال لي أحدهم والله ما لا يوجد في بيته كثرة خبز لهذه الليلة. تواصلت مع المسؤول عن الإغاثة في المديرية فقال أنه سيحل هذا الإشكال، لكني حسب معرفتي لن يستطيع حل هذا الإشكال. وإليك الدليل، ربما تابعت أخي قديما أن القاتل القوافل الإغاثية التي كانت تدخل إلى محافظة تعز كانت تحجز، وكانت الميليشيات تصادرها وتبيعها ثم تذهب بها إلى المجهود الحربي أو لما تريد أن تتصرف به. لكن نحن الآن نناشد المنظمات الدولية أن تتدخل لإيصال هذه الإغاثة للمناطق التي يسيطر عليها الميليشيات. يا أخي العزيز، نحن اليوم أمام فرز حقيقي. اليوم أنا لا أعتبر أن الفرز أيديولوجي أو عرقي أو سياسي أو إلى آخره، لكن المسألة مسألة أخلاق وقيم بامتياز. نعم، لأن الناس لا يبحثون عن معتقدك ولا عن انتمائك ولا أيديولوجيتك، إنما يبحثون ما هي أخلاقك. اليوم أخي العزيز، تعرّت كل المنظمات الدولية. نعم، تعرّت حينما تتعامل مع هذه المأساة الموجودة. أفهم من كلامك تحديداً. نعم، أفهم من كلامك أستاذ أمين بأن هناك انعدام تام للمنظمات الإغاثية سواء الدولية أو المحلية أو المعنية بحقوق الإنسان، مركز الملك سلمان، الإغاثة، الجمعيات المعنية بهذا الصدد، يعني في حيفان، في الوازعية، لا تواجد لها. تتواجد في المناطق التي توجد فيها الشرعية. نعم، أما في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات فلا تستطيع أن تصل إليها، وهذه حقيقة يعلمها القائمون على هذه المراكز، وقد حاول البعض لكنهم فشلوا. كنت أتحدث من يومين إلى مسؤول الإغاثة بالمديرية فقال لي نحن لا نستطيع لكننا سنحاول، وأظنه أنهم الآن تناقش القضية. نعم، في طيب الأماكن. نعم أستاذ أمين، نعم أستاذ أمين، إذن نعم، المناطق التي نزح إليها من كانوا في منطقة الوازعية، وهذا الرقم الكبير الذي تحدث ما يقارب 30,000 نازح، ما هو وضعهم؟ هل هناك يعني تم تأمين لهم مراكز إيواء، خيام، مراكز نزوح؟ ما هو وضعهم بالضبط؟ وهل يصلهم أي دعم؟ نعم، في بعض الدعم المحدود الذي لا يفي بالغرض، سواء كان في الجانب الإيواء أو في جانب الغذاء. يعني لو تحدثنا عن مركز الملك سلمان، ربما أنت تعلم كم هي الكمية التي يأتون بها لهؤلاء الناس حينما يذهبون إلى مناطق نزوحهم. لا
لا يوجد حتى اللحظة مركز إيواء واحد يتجمع فيه مثلا مئات النازحين، إنما هؤلاء الناس ينتشرون في المناطق الشرقية من المديرية وفي جنوب المديرية تحديدا في محافظة لحج وأطراف محافظة عدن وفي بعض المناطق المجاورة من الشمال، من الشمال في منطقة البرح وأيضا انطلق بعضهم إلى الحديدة. أما أن توجد مراكز تجمعات للنازحين ويتم مخيمات هذه مخيمات نازحين، مخيمات نازحين لا يوجد أخي العزيز، للأسف لا يوجد مخيمات نازحين يتجمع فيها الناس، إنما كلهم ذهب. إذن كيف يقضي الناس إذن النازحين؟ إذن أين يسكن النازحين؟ أين يعني أين ينامون؟ أين يأكلون؟ أين يعيشون؟ استضافهم بعض معارفين في هذه المناطق، بل بعضهم بنى. يعني أنا شخصيا ذهبت إلى منطقة رأس العارة تحديدا، والله وجدت مأساة تقشعر لها الأبدان. انطلقت بعد صلاة الفجر فجأة إلى إحدى العشش الموجودة هناك. تخيل معي أن هذا الرجل أتى ببقايا الحياة كلها، يعني أخشاب مهترئة، حديد مهترئ جمعه، ثم بعد ذلك لا يزيد حجم هذا الكوخ عن 3 متر فقط. تخيل معي، لديه 7 أطفال ولديه 4 غنيمات ولديه أمه وزوجته، كل ينام بجواره. حبست دمعة كادت أن تسقط مني وأنا أرى طفلا هو لا يعلم، قد احتضنته غنمة وكأنها تقول له يا هذا إن كرهك أبناء جنسك فأنا سأحتضنك. نعم، إذا ربما أن في إحدى الزوايا يقام المطبخ وهو عبارة عن 3 أحجار بما تعرف باللغة العربية الفصحى، 3 الأثاثي يضع عليها قليلا من الحطب ثم يشعل ناره ليطبخ. نعم. أستاذ أمين، لا تتخيلوا أخي. نعم. نعم أستاذ أمين، سؤال أخير، يعني هؤلاء النازحين هل نزحوا من ذات أنفسهم أم هجروا قسريا من مناطقهم؟ أقصد البعض ينزح بسبب الحرب من أماكن الصراع، يغادر يعني منزله وقريته ومكانه، لكن سمعنا الكثير بأن من هم في الوازعية هجروا قسرا حتى تم طردهم من منازلهم، ما صحة هذه المعلومة؟ أستطيع أن أجزم أنه لم يهجر أحد أبناء الوازعية باختياره، لكنه هجر غصبا عنه، وإليك الدليل. تمتاز مديرية الوازعية أنها أردأ مديرية على مستوى الجمهورية من ضمن الدخل الاقتصادي، ولهذا لا يستطيع الناس أن يتحركون. سأتحدث إليك عن قصة حصلت. هنالك رجل في الخمسينات من عمره حينما هاجر الناس جميعا وتركوه هو زوجته، يعني أثناء ما دخلت الميليشيات لم يستطع أحد أن يلفت إلى جيرانه، فكل هرب وبقي هذا الرجل. تخيل أن هذا الرجل لا يستطيع أن يمشي لحاله بسبب مرض أصابه في أعصابه. نعم. تم تحميله على حمار وربط على الحمار وهجر وغصبا عنه. نعم. أي تهجير قصدي؟ يعني لا يوجد تهجير اختياري في مديرية الوازعية. هل تم تفجير منازل؟ حصل بالمدية. نعم، تفجير منازل حدث في الوازعية بعد التهجير؟ لم يحصل تفجير، لكن قصفت المنازل بقنابل بالصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. أشكرك. تم طمر بعض الأسر بمن فيها في هذه المناطق. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين المشولي، رئيس منظمة الإنصاف النشط الحقوقي، انت معنا من تعز. إذا مشاهدي الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة وهذه التصريحات من العديد من المواطنين حول ما يحدث من تهجير و يعني نزوح في منطقة الوازعية وحيفا، نتابعها ومن ثم نعود. في مديرية الوازعية في تعز وفي مديرية حيفان أو بالأخص في الأعبوس في تعز، كان عملية تهجير ممنهجة للساكنين في هذه القرى وفي هذه المديريات. في قرية العبوس في مديرية حيفان في تعز تم تهجير قرابة 121 أسرة، ناهيك عن بقية القرى المجاورة في الأعروق وفي الأثاور. تم تهجير العديد من السكان والأسر تهجيرا قسريا وتهديدهم بتفجير منازلهم وقتلهم إن لم يخرجوا. وكذلك ما حدث في الوازعية، هم في الوازعية كان العدد أكبر وكان السكان بالمئات، تم تهجيرهم إلى مناطق أخرى. ما حدث في الأعبوس هو عمل ممنهج قامت به الميليشيا الإنقلابية، هجرت كل الساكنين داخل خاصة قرى ضبي، قرى بني علي، فجرت بعض المنازل داخل هذه القرى. هي هجرت المدنيين من داخل المنازل والساكنين من أجل وضع هذه المنازل كثقنات عسكرية. طبعا العبوس استقبلت خلال حرب المدن، حرب مدينة تعز وحرب مدينة لحج، أكثر من 2700 أسرة. هذه الأسر هجرت هي والأسر الأصليين لقرى العبوس.
طبعا الان اصبحوا سكان العبوس اما نازحين في القرى المجاوره او في المناطق النائيه، لم يلتفت اليهم احد. العبوس منسيه تماما من المجتمع الدولي، لم يكتب عنها اي انتهاكات من قبل منظمات حقوقيه ان كانت دوليه او محليه. هذا العمل يعتبر عمل غير اخلاقي من قبل الميليشيات ايضا. فيما يخص التهجير، رصدنا انتهاكات التهجير في مديريه حيفان، حيث بلغ تهجير الاسر في عزله العبوس بما يقارب 152 اسره بعدد 600 فرد. هؤلاء تم تهجيرهم من منازلهم بالقوى من قبل ميليشيات صالح والحوثي في مديريه حيفان في منطقه العبوس. وهؤلاء المهجرين بحاجة إلى سكن، وبحاجة إلى مأوى، وبحاجة إلى غذاء. وهنا نوجه نطلب من المنظمات الدولية والمحلية رصد هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، فهذه جرائم بحق الإنسانية، جرائم في القانون الدولي والقانون المحلي، ويعاقب عليها القانون. إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد. وعودة إلى الأستاذة لطيفة عبر السكايب من نيويورك، الناشطة الحقوقية. أستاذة لطيفة، ربما الكثير يعني يجهل بين التهجير وأيضا النزوح، إذا تحدثنا في هذه الجزئية بشكل أوضح للمشاهد الكريم، يعني ما هو النازح وما هو المهجر قصرا من مكانه ومنزله ومنطقته؟ بغض النظر عن التفسير القانوني أو الإيضاح القانوني لهذه القضية، كون المواطنين أو كون المدنيين خاضعين لسلطة انقلابية تفرض عليهم بقوة السلاح وبالتهديد والإخضاع، فيتم التهجير سواء كان قسريا سواء غير قسري، فبالتالي هو يعني محل العنف، وبالتالي فيفرض عليهم النزوح لمنطقة أخرى. النازح أين يذهب النازح هذا؟ بما أنه يقتلع من أرضه ويقتلع من بيته، كما قرأنا في تقاريركم اللي عن الوازعية، خرجوا حتى دون السماح لهم بأخذ أمتعتهم وعفشهم لصحراء قريب في قريب لحج. هؤلاء من سيمد لهم يد العون في حياة كريمة وعيشة كريمة في صحراء؟ نعم. مفتوحة لا أغذية، إذا كانت المدن خالية من الحياة الطبيعية فما بالك في الصحراء؟ نعم. هنا أرجع لو سمحت لي أن أرجع إلى وزير حقوق الإنسان عندما أشرت إليه. نعم. لأنه يقوم في بدوره. نعم. سأشير إلى أن وسأشير، وهي رسالة من خلال قناتكم، إلى الدكتور عز الدين الأصبحي، أن المسألة لا تتعدى وليست هي واجب وظيفي يقوم به سنويا بالذهاب إلى منظمة جنيف وعرض تقرير آلي بحث. المسألة. نعم. أبعد من ذلك، نحن في مواجهة إصابة اقتلعت جذور الإنسان اليمني، وليس حياته الجسدية فقط ولكن كرامته ووجوده وجوده. إذا هنا نحن في مواجهة مع الحياة ذاتها، نحن في مواجهة أن الحكومة الشرعية عليها واجب الحركات الموقوفية بكل ما تعني الكلمة من معنى حركات موقوفية. لا ينبغي عليهم الذهاب من فندق إلى آخر، على هذه الحكومة أن تعد ملفاتها الإنسانية كاملة وتذهب إلى المنظمات الحقوقية التي هي مخترقة كما قلنا من قبل العصابة الانقلابية. نعم، ربما وزير حقوق الإنسان أو المعنيين في الحكومة يتحدثون في كل المقابلات أستاذة لطيفة بأنهم حاضرين ولديهم ملفات كبيرة، وربما تشكيل آخر لجنة المعنية بالانتهاكات وحقوق الإنسان في اليمن التي جاءت بأمن الرئيس الجمهورية خير دليل. وكان لهم بالأمس تقريبا مؤتمر صحفي لتدشين الأعمال التي سيقومون بها، وهذه ربما هي خطوة إيجابية يعني نلمس خيرها في يعني قريبا، كما تحدث من هم أعضاء في هذه الجمعية. كيف نفسر إذن الغياب في القرارات الدولية التي تتم؟ كيف نفسر غيابهم في تواجدهم في الأمم المتحدة؟ التقرير الأخير للأمم المتحدة الذي كان منذ أسابيع فقط، والذي أشار إليه مندوب اليمن السفير خالد اليماني، والذي كان له جملة من الاعتراضات، والتي كان هناك تزييف واضح وشهادة زور من قبل المسؤولة المنظمة المعنية بحقوق الأطفال والنزاع المسلح تدعى ليلى الزروقي. نعم. أشارت إلى أن هذا التقرير تم بالتشاور مع الدول المعنية، بينما أشار المندوب اليمن في داخل المتحدة أنه لم يتم التشاور مع اليمن. إذا هناك غياب من خلال عدم تواجد الملفات الحقيقية في داخل الأمم المتحدة. كما قلنا هناك اختراقات على الأرض
نعم. بالمقابل هل ممكن ارجاء نعم استاذ لطيف، هل ممكن ارجاء يعني التباين من قبل التعامل مع هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي بالتعاطي معها بمسؤوليه، ام يعني كل التقصير على الحكومه؟ هناك يعني حتى جمعيات اخرى معنيه بحقوق الانسان ربما رفعت العديد من الملفات لمنظمه هيومن روتس، وكان لهم تقرير ايضا في هذا الجانب. ربما عدم التعامل الجاد من قبل مجلس الامن وحقوق الانسان بالجرائم التي تقوم بالميليشيا، هنا تكمن المشكله وليس في تقديم ملفات من قبل الحكومه الشرعيه. لا شك أن المنظمة الدولية لديها أجندتها الخاصة ممثلة للدول الكبرى. نعم. مثلا الولايات المتحدة الصوت الأكبر والصوت الصاغي في داخل الأمم المتحدة لها أجندة متماهية مع الحوثيين، كونهم ترى فيهم أنهم ذراع لمحاربة العدو السني في المنطقة وداعش والقاعدة، وترى أن محاربة الإرهاب عن طريق الإرهاب بجماعة حوثية. لكن هل هذا مبرر أن الحكومة الشرعية لا تعمل في جبهة إعلامية موازية لهذا ما يتم من تجريف وما يتم من تزوير الحقائق؟ هنا المسؤولة مضاعفة. نعم. كون أن المنظمة الدولية متماهية مع الانقلابيين لأنها تحقق مصالحها بشكل أو بآخر، على الحكومة الشرعية أن تقوم بدبلوماسية موازية. نتكلم سبق أن تحدثنا عن طريق قناتكم أن هناك ما يسمى بالدبلوماسية الموازية وهي الدبلوماسية الشعبية. نعم. من خلال البرلمانيين، من خلال الناشطين، من خلال الإعلاميين. عندما وضعت حتى القصور ياتي من خلال الدول التحالف 13 دوله بامكانيات مهوله لم تستطع القيام بدورها كما يجب. عندما وضعت ادرجت المملكه العربيه السعوديه في القائمه السوداء. نعم. كان ذلك بناء على تقارير تصل الى الامم المتحده ان قتل الاطفال ياتي بالدرجه الاولى من قبل الطائرات. نعم. اذا هناك تحرك جاد، تريدي أن تقول كان هناك تحرك جاد وربما استطاعوا أن يقنعوا المجتمع الدولي ويلغوها من القائمة السوداء، وأيضا هناك عدم اهتمام مثلا في الملف ما يخص الحقوق في اليمن. إذا أمام كل هذا أستاذة لطيفة، ما الواجب إذا أمام هذا النظرة ربما المتشائمة من قبل دور المعنيين والحكومة بالملف الحقوقي في اليمن؟ دعني أعود ببساطة شديدة إلى جذور المأساة اليمنيين، بعيدا عن الانقلاب وتوصيفا للانقلاب وبعيدا عن الممارسة الانتهاكات الحقوقية والانتهاكات الإنسانية البشعة للنازية الفاشية الحوثية. إشكالية الحكومة اليمنية، نحن الآن إن اليمنيين مبتلون يعني وكأننا في ابتلاءات من السماء ومن الأرض ومن تحت ومن فوق، وهي الحكومة الشرعية. على الحكومة إشكالية الحكومة الشرعية أنها تدور المعركة من خارج أرضها، تدار المعركة من الفنادق. قلنا وهي ليست نكتة سمية أنها حكومة فنادق، أصبحت نكتة مأساوية أن هذه الحكومة بعيدة عن المكابرات التي يعانيها الناس. بالتالي الإشكالية الأولى يجب أن هذه الحكومة أن تعود إلى اليمن وأن تواجه وتكابد ما يكابده الشعب اليمني. مهما امتلأت الشاشات بالدماء ومهما امتلأت بصور المهجرين، لن يشعر شخص عايش في رفاه وفي بذاخ السبعة نجوم بما يعانيه الشعب في داخل الأمن. بالتأكيد. على هذه الحكومة تعود إلى اليمن، هذا أول هذا كخيار وحيد ليس له هذا. الخيار الثاني وهو المواجهة المعركة الإعلامية، لا تقتصر المعركة الإعلامية على بيانات وتصريحات ولا تقتصر على أنها هجرة سنوية إلى جنيف. المعركة الإعلامية لا تقل خطورة عن المعركة في الميدان. على الحكومة هذه أن تعي مسؤوليتها. الحكومة هذه مسترخية إلى أقصى حد. نحن لم نشعر بالدهشة كمواطن يمني في سنة ونص يعاني هذه الحكومة. يعني هل نعم. فقط الإحساس؟ هل لا تملك الشعور الضمير الإنساني؟ لم نعد بحاجة. ربما أستاذة لطيفة كنت أتمنى أستاذة لطيفة ربما كنت أتمنى لو كان لدينا وحاولنا تواصلنا مع الوزير وأيضا بعض المعنيين في الحكومة، لكن ربما لم نتمكن من أن يعني يشاركوا معنا بسبب انشغالهم وحتى نعطيهم يعني حق الرد فيما تقولين. لكن هناك للأمانة جهود يقومون بها مشكورين عليها، لكن ليست هي الجهود المطلوبة أمام حجم الكارثة وحجم الجرائم التي تنتج. نعم أستاذ لطيفة سنتحدث. نعم سنتحدث. سأعطيك المجال لكن بعد أن نسمع شهادة الصحفي وائل العبسي من تعز عما حدث في حيفان والعبوس من جرائم قامت بها الميليشيا من تهجير ومن تفجير للمنازل من قتل المواطنين وتشريدهم. تفضل وائل. نعم أستاذ بشير أهلا ومرحبا بك. وائل أريد فقط أن أنوه أن العدد قد أصبح مهاجرين في قرية العبوس إلى 311 و
ولن يعد العدد 112 أسرة. أصبح 311 أسرة تم تهجيرهم من المنازل بالقوة، ليس بسبب القذائف التي تصل إلى المنازل، وإنما تم إخراجهم، تم إخراج الأطفال، دخلوا بالقوة إلى المنازل وأخرجوا النساء. بعض النساء لم يرتدن ثياب السترة، هذه الميليشيات لا تلتزم يعني يتشدقون بالقبلية في حقيقة عدم التعامل بالعرف القبلي الذي يحفظ للمواطن اليمني كرامته. هذه الميليشيا الإنقلابية دخلت قرية دخلت مديرية حيفان، ومن ثم انتقلت إلى قرية الأعبوس ومارست كل أنواع البطش وأنواع التهجير وأنواع القسوة اللاإنسانية. نحن أنا ذهبت إلى حيفان طبعا في نهاية رمضان إحدى الشباب أنظر إلى الميليشيات وهي تفجر إحدى المنازل في قرية ضبي أعبوس في تبة الشريرة. حتى الآن وصلنا أنها فجرت 7 منازل داخل قرى الأعبوس، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي والتي كانت هي منازل مواطنين، وتم تهجير المواطنين من هذه. نعم، وائل، ما مصلحة الميليشيا في أن تفجر المنازل وتهجر الناس البسطاء؟ تمام، يعني تم السيطرة على هذه المناطق وأصبحت في يعني مواقع لهم، لكن لماذا يتم تهجير الناس من منازلهم وقراهم في منطقة الأعبوس وحيفان؟ يا أستاذي، العملية هي عملية ممنهجة من قبل هذه الجماعة الإنقلابية. هذه الممارسات مرتبطة بالتطهير. الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية كان المفروض يكون لها موقف لإدانة القاطعة كما حصل في غسلافيا سابقا، وتم أخذ المتهمون إلى العدالة لنيل جزائهم العادل. الأمم المتحدة لم تنتهك هذه الأعمال الإجرامية في هذه المديريات. تم رفع تقرير بسيط عن قرية الصراري في مدينة صدر الذي كان يتمركز فيها الميليشيات بأنه يحدث هناك انتهاكات من قبل المقاومة. أتى وفد من الأمم المتحدة لهذه المديرية لهذه القرية قرية الصراري من أجل النظر للانتهاكات، بينما تعز تنتهك لمدة سنة وأشهر، وهذه المديريات تم انتهاكها من سنة، وهجر السكان ولم يأتي أي وفد من الأمم المتحدة، بينما قرية صغيرة يتمركز فيها الانقلابيين أتى إليها وفد من الأمم المتحدة لرفع تقرير لصالح الانقلابيين. نعم، نحن وائل، نعم. الذرائع التي بموجبها الميليشيا ميليشيا الحوثي والمخلوع تهجر الناس من منازلهم في العبوس وحيفان، لماذا؟ ما هي الأسباب؟ طبعا الأسباب هي خوفهم من أن تنتفض هذه القرى وتخرج هذه الميليشيات من القرى، كما حدث في جبل صدر حينما تم تحرير جبل صدر من قبل الساكنين المدنيين داخل المنازل بسبب الانتهاكات الجسيمة وحصارهم داخل المنازل. تم الانتفاض من داخل المنازل، هذا هو خوف الميليشيا، كون كل القرى كل المدن كل المنازل تتقيأ هذه الميليشيا ولا تقبلهم بتاتا بسبب الاعمال والانتهاكات الجسيمه التي يتم فرضها على المدينه. نعم، وائل تكرم بالبقاء معنا، وايضا الاستاذه لطيفه علي. سنذهب الان لمتابعه هذه الماده الخاصه بالتهجير قصرا في الوازعيه وفي حيفان وفي ضبي عبوس، اعدها الزميل وديع عطاء. نتابع هذه المعلومات ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. إذا تابعنا هذه المادة المعلوماتية التي رصدت الحجم الانتهاكات التي قامت بها الميليشيا في الوازعية
وأيضا ظبي العبوس في حيفان في محافظة تعز، وربما هذا نموذج بسيط من النماذج الكبيرة التي ارتكبتها الميليشيا في معظم محافظات ومدن اليمن. أعود إلى الأستاذة لطيفة علي. أستاذة لطيفة، يعني ربما كنت قاسية بشكل كبير على الدور الحكومي ولما يقوم به أو في تقصيره بعدم نقل الصورة الواضحة والجرائم التي ترتكبها الميليشيا في اليمن. أنتم كناشطين حقوقيين وربما بعض المنظمات التي لا زالت تعمل في هذا الحقل، وأنتم أيضا كان لديكم بعض الوقفات الاحتجاجية وبعض نظمتموها في العديد من الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية، صدى هذه الوقفات التي قمتم بها تحرككم أنتم بشكل يعني فردي كمنظمات وكعاملين وناشطين في هذا الجانب، ما هو الأثر الذي ربما من خلاله استطعتم أن تنقلوا صورة ولو بسيطة عن الجرائم التي تقوم بها الميليشيا في اليمن؟ دعني بالبداية أشير كلي خطوة الأمر. نحن نقر بشرعية الرئيس هادي والحكومة الشرعية لليمن، ونشد يعني أو نضع أيدينا في أيديهم اللي في هذه المحنة، هذه محنة كل اليمنيين. لا يعني انتقاد هذه الحكومة أنها تفقد شرعيتها أو أنها تذهب في صالح الانقلاب. الانتقاد هو بهدف التصليح العوجاج في تسليط أو يعني إيضاح الصورة أكثر وأكثر. بالرجوع إلى سؤالك، تكرر دائما واعتقد انها ستصبح ملازمه لي ان اذرع الصالح في داخل المنظمات الدوليه الذي بناها لمده 33 عاما وبالتماهي مع الحوثيين ممتده وعلاقات قويه جدا. نعم. ناتي الى دور الناشطين. حينما تتحرك الناشطين الموالين للشرعية أو المؤيدين لحقوق اليمنيين إمكانيات متواضعة جدا. على سبيل المثال، قمنا في أكثر من معرض، حاولنا مثلا اختراق هذه المنظمات بصوت بسيط جدا إيصاله، وكذلك وقفات احتجاجية، إرسال بيانات إلى المنظمات إلى الأمم المتحدة. لدينا الآن مشاركة في الأسبوع القادم في منظمة Human Rights في الأمم المتحدة. نعم، هل جهزتم لهذه؟ نعم، هل لديكم تقارير واضحة وبأرقام ومحددة وبشهادات موثقة عندما تلتقوا لمنظمة هاميروس لتقديمها حتى تكون أكثر إقناعا ربما؟ هذا ما نفعله الآن. طلبنا من الداخل إمدادنا بهذه التوثيقات الذي هي من الجانب الذي هو فعلا يعاني وبعيدا عن المنظمات التي قلنا لها كادر محلي متماهي مع الإنقلابيين، لكن الأثر يكاد يكون منعدم أو ضعيف بشير، وأقولها بمنتهى الألم أنه تواجدنا ضعيف جدا جدا. أولا لأنه ليس هناك دعم حكومي، إنما جهود فردية. بالتالي ما زالت معزولة، ما زالت ضعيفة، ما زالت بسيطة. كنا نأمل، وهذه رسالة إلى سفارات اليمن حول العالم، بإمداد الدبلوماسية الموازية من الناشطين ومن الإعلاميين. نعم. سواء بالمواد أو فتح نوافذ تواصل مع الحكومات والمنظمات. نعم. على سبيل المثال، إذا أحببت أن تلتقي في داخل الولايات المتحدة مع سينيتورز مع إعلاميين مع دم، تحتاج إلى دعم، وإن كان ليس بشكل مباشر، لكن قد يكون من خلال استخدام الأدوات الدبلوماسية الغير مباشرة. نعم. أستاذة لطيفة، سؤال أخير، ألم تستطيعوا أنتم يعني ناشطين ومهتمين بالجانب الحقوقي والإنساني خارج اليمن أن يعني ربما تكسروا الأبواب أو الأقفال المغلقة على من هم متماهين مع الميليشيا ومسيطرين كما تحدثت على هذه المنظمات ومتجذرين فيها ويعملون لصالح الميليشيا، هل استطعتم اختراقها؟ معروف ان الاجندات والعلاقات كيف تدار في داخل هذه المنظمات، هذه تبنى لسنوات طويله، لا يمكن اختراقها في سنه ونصف، خصوصا ان التدخل العربي ذهب الى صالح هذه المنظمات، كون هذه المنظمات تتخذ الغطاء الانساني رداء لها، وتعتبر ان التدخل الخليجي والعربي هو في ضد مصالح اليمنيين، متناسقا ان هذا جاء بقرار شرعي ومتماهي مع القرار الاممي. نعم. القرار الاممي الذي صدر بقبله. فبالتالي ما زلنا في البدايات، ما زلنا نسعى لاختراق هذه المنظمه، ما زلنا نتلمس طريقا ولو بشكل بسيط، لكن قوتنا تعتمد أو تأتي أو تستمد من القضية. نعم. العادلة التي نملكها.
أكيد. ونعم. عدالة القضية، نعم أستاذة لطيفة، هي التي ستكون فعلا منطلق للتوجه نحو تحقيق ونقل الصورة الأوضح عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا. شكرا لك أستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك. عودة أخيرة إلى الأستاذ وائل عبسي في تاع. أستاذ وائل، ربما إذا تحدثنا في الدقيقة الأخيرة معك عن الأهم الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها أبناء منطقة العبوس وحيفان في هذه اللحظة. في هذه اللحظة هناك جرين تم تهجيرهم إلى المناطق النائية حول مديرية حيفان، يحتاجون إلى خيام، يحتاجون إلى يعني مناطق خاصة للإيواء، الأغذية، الفقر مدقع داخل هذه المديرية، والناس بسطاء لم يأخذوا أشياء من منازلهم أو يعني أو استطاعتهم أخذ طعام. المديرية هي تعيش من قبل فقر مدقع. أيضا إذا تم تحرير المديرية سيعانون جدا، كون الميليشيات زرعت الألغام في الأراضي الزراعية، أيضا بقايا المقذوفات. نعم. التي أفادت الأراضي أشكرك. الزراعية سيعاني منها الريفيين لعقود. نعم. كثيرة. وائل شكرا جزيلا لك، أعتذر منك للمقاطعة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك، أتمنى أن يصل صوتك وأن يسلط الضوء على منطقة ضيب العبوس ويقدموا لهم الدعم الكافي واللازم خاصة في هذه الظروف الصعبة. إذا نستعرض بعض تعليقات الفيسبوك من أصدقاء البرنامج حول موضوع التهجير القسري في منطقة الوازعية وحيفان، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ محمد العتمي، يعلق بالقول للمنظمات الإنسانية وخصوصا الدولية في أي دولة من دول العالم التي تشهد صراعات دور إيجابي فعال يخدم الفئات الأشد تضررا بعيدا عن تصنيف المجتمعات، وهذا واجب إنساني يحتدم على تلك المنظمات العمل به. محمد العتمي. رأي أيضا آخر لأصدقاء البرنامج حول موضوع التهجير في منطقة الوازعية وضبي عبوس في حيفان، الأخ عبدالله النهمي يعلق: يجب على المنظمات الدولية القيام بواجبها الإنساني في تقويم حجم المشكلة وحشد الطاقات والإمكانات لمعالجة أوضاع النازحين وتوفير احتياجاتهم من المياه والغذاء والدواء والإيواء ومكافحة سوء التغذية خاصة لدى النساء والأطفال والفئات الضعيفة والأشد احتياجا. أيضا نختم برأي أخير من أصدقاء البرنامج مع الأخ معاذ عبدالله، يعلق بالقول: ملف النازحين في اليمن أصبح متشعبا جدا ويعكس معاناة حقيقية، وينعدم الدعم الغذائي والدوائي للنازحين هذه الأيام مع غياب دور المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، وما ينشر في وسائل الإعلام عن وصول مساعدات دولية ما هو إلا حبر على ورق، والواقع يتحدث عن غير ذلك تماما. معاذ عبد الله، نختم بهذا الرأي. مشاهدينا الكرام، إذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بين قوسين، حتى الملتقى في حلقة جديدة. شكرا لضيوفي الذين شاركوني في هذه الحلقة عبر السكايب، كان معنا الناشطة الحقوقية لطيفة علي من نيويورك، أيضا الصحفي من تعز وائل العبسي، وكذلك الأخ أمين المشولي رئيس منظمة الإنصاف. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله بحلقة جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.